دخل القتال اليوم الأحد يومه 42 بعد المئة، فيما تواصل القصف والاشتباكات العنيفة في مناطق عديدة في قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المقاومة تخوض معارك ضارية في شتى محاور القتال، فيما قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن القوات تستمر في قتالها المكثف في غرب خان يونس وفي حي الزيتون وفي وسط القطاع. وفي غضون ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين في القتال بقطاع غزة يوم أمس السبت. وفي سياق موازن، صادق مجلس الحرب الليلة الفائتة على مبادئ الخطوط العريضة للمفاوضات بشأن صفقة محتملة مع حماس، والتي تم الاتفاق عليها في قمة باريس الثانية. ومن المتوقع أن يغادر وفد إسرائيلي إلى قطر، وذلك بعد موافقة حماس على المبادئ المطروحة. وقالت مصادر أمنية مصرية إن قطر ستستضيف محادثات بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس وإسرائيل هذا الأسبوع بهدف التوصل إلى اتفاق هدنة. وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر في قطر خلال اليومين القادمين بحضور ممثلين من كل الأطراف بمن فيهم حماس وإسرائيل من أجل إتمام الاتفاق النهائي. وأضافت أن اجتماعا آخر سيعقد في القاهرة في وقت لاحق، والذي من المرجح أن يكون للاتفاق على مواعيد تنفيذ الاتفاق وآلية الاتفاق وآلية تنفيذه، وتحديدا فيما يتعلق بالمختطفين. وأعرب الجانب الإسرائيلي عن تفاؤل حذر بعد عودة الوفد من القمة في العاصمة الفرنسية، فيما قال مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس للجزيرة إن أجواء التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل لا تعبر عن الحقيقة، متهما رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتهرب من الاستجابة لأهم المطالب، وهي وقف الحرب والانسحاب التام من قطاع غزة وعودة النازحين إلى شمال القطاع. من جانبه قال نتنياهو: نعمل على وضع إطار آخر لتحرير مخطوفينا فضلا عن استكمال القضاء على كتائب حماس في رفح. وأضاف أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي سيقر هذا الأسبوع خططا عسكرية تتعلق برفح، بما في ذلك إجلاء أكثر من مليون مدني فلسطيني نازحين هناك، والذين أصبح مصيرهم مبعث قلق لقوى عالمية. على الجبهة الشمالية، دوت صافرات الإنذار في كريات شمون وبلدات أخرى في الجليل الأعلى، وهرعت الشرطة إلى المكان للبحث عن شظايا صاروخية، وقالت إنه لم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار. في تل أبيب جرت مساء يوم أمس السبت مظاهرة تضامنية مع المختطفين، وذلك على بعد مسافة قصيرة من مظاهرة أخرى مناهضة للحكومة. وشهدت المظاهرة مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين. دعونا نشاهد مقتطفات من المظاهرة الصاخبة في تل أبيب مساء يوم أمس السبت. قبل أن نتحدث بإسهاب عن آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالحرب في غزة والجبهات الأخرى، دعونا نكون مع حرب أخرى يخوضها المجتمع العربي، وهي الحرب من أجل الحياة في ظل مسلسل الجريمة والدم الذي لا يتوقف. وهذه المرة جريمة رباعية في أم الفحم، إذ أسفر إطلاق نار بعد ظهر اليوم الأحد عن مقتل الشاب عارف أنور الشيخ زيد محاجني
وإصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة وثالثة بجروح متوسطة. من جانبها قالت الشرطة في بيان إنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الجريمة وأنها اعتقلت ثلاثة مشتبهين بالضلوع في جريمة إطلاق النار في غضون وقت قصير من وقوعها، وتم ضبط مركبتين استعملتا في الجريمة. على صعيد متصل، عممت بلدية أم الفحم بيانا استنكرت فيه جريمة القتل، وجاء في البيان فيما جاء: هذا الحادث الإجرامي يضاف لجرائم القتل المستشرية في بلدنا والمجتمع العربي عامة خلال السنة الأخيرة، والذي لن يتوقف في ظل شرطة يحرض وزيرها على المجتمع العربي دون توقف ودون حدود. وأضاف البيان أن إننا في بلدية أم الفحم ندق ناقوس الخطر حتى تسمع الشرطة وقيادتها نداء: هذا إن أفيقوا واستيقظوا وامنعوا الجريمة القادمة. للحديث عن مسلسل الإجرام وعن آخر تطورات الحرب وإمكانية التوصل إلى هدنة قبل رمضان، ينضم إلينا في بث حي ومباشر في الاستوديو المحامي رضا جابر من مدينة الطيبة، الباحث والمختص بالقانون والجريمة، والمحامي عارف فريج من كفر قاسم، نائب رئيس لواء المركز في نقابة المحامين. مساء الخير. أهلا وسهلا. وأبدأ معك المحامي رضا جابر، يعني أنت لك باع طويل في ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي، يعني نحن نتحدث عن جريمة وقعت في وضح النهار أمام عيون المارة في شارع رئيسي في أم الفحم. الجريمة انتهت بقتيل وثلاثة مصابين، هذا واقع لا يستوعبه العقل. كيف بلغنا هذه المرحلة؟ إطلاق النار على أربعة مواطنين، وطبعا نحن يعني نذكر ونذكر أيضا المجازر من العام الماضي في يافة الناصرة، بسمة طبعون وأبو سنان. لا، الأمر يتعلق في سلم الأولويات، سلم أولويات الدولة والحكومة وسلم أولويات مجتمعنا. يعني حتى الأعداد المهولة في العام 2023 من القتلى 440 قتيل أو أكثر، والآن نحن يعني تقريبا يوميا هناك قتل وهناك اعتداءات بالسلاح وإطلاق نار وكل مظاهر الجريمة، ومجتمعنا حتى في الانتخابات التي ستحصل أخرى يومين هذا الموضوع لا يتصدر العناوين. يعني أنا أنظر إلى المرشحين في كل البلدات العربية، تقريبا هذا الموضوع يعني مغيب، يعني إذا يذكر يذكر يعني بشكل هامشي وليس كموضوع مركزي في حياتنا. ولذلك هذا سلم الأولويات يعني هو يفرض نفسه أيضا في النتائج. هي واحد، الحكومة الآن منشغلة بشكل، هي منشغلة دائما، ولكن في هذه الفترة مع وزير أمن داخلي اللي هو قومي لمعادل لشعبنا الفلسطيني، معادي إنك فلسطينيين، ويحول كل الأنظار إلى معاداتنا بشكل سافر، وأنه الآن شغله الشاغل هو استنفار المجتمع اليهودي ضدنا. يعني لا نستطيع أن نقول بأنه هذا هو عنوان الحل. ولذلك في هذا سلم الأولويات اللي هو لا يضع الموضوع بشكل جدي لحل له، الجريمة تستشري، لأنه المجرمين في المجتمع العربي يعرفون بأنه لا يوجد من يصدهم في المجتمع ولا يوجد دولة تصدهم، وإذا هذه هي الحالة هم يعني الساحة مفتوحة، ولذلك هذه الحالة. إذن القضية هي قضية سياسية تتعلق في موقفنا نحن وتتعلق في موقف الدولة، في الأمرين لا يوجد حتى هذه اللحظة أي اختراق. نعم، المحامي عارف فريج في يعني. أنا أستثني كمان على كلام صديقي رضا جابر، ولكن أقول إنه حتى الميزانيات، يعني بيقولوا الميزانيات بعطوش ميزانيات للبلدات العربية مشان تقلص الجريمة، ولكن هل أنا بسأل نفسي لو ما لقى جاء بالبلديات مصاري وأموال وميزانيات، هل هذا يقلص؟ هل البلديات هن يستطيعوا أن يقوموا بعمل الشرطة؟ هناك تقاعس كبير من الشرطة، تقاعس اللي هو بلا حدود. وإحنا اليوم مع وزير شرطة اللي لم يتعامل مع رؤساء البلديات، والبلديات لن تتعامل معه، وهي هي سياسي. فالسياسي هاي
احنا كوسط عربي لازم الصرخه، وزي ما بنسكر زي ما سكروا الشوارع قبل 3 سنين كل الاحزاب، لازم نكون بعمل الجماهيري ونصده. وزي ما ذكر اخ رضا كمان رؤساء البلديات والمرشحين، نقطه المحور اللي هي الجريمه ولا واحد حكاها، انا ما سمعتهاش. يعني انت تتحدث الان عن كل الحملات الانتخابيه التي تجري في أي المجتمع مقترح العربي، انت محاربه ولا اي لا يوجد اي طرح سؤال، لا يوجد اي طرح او خطه عمليه لمحاربه العنف والجريمة على صعيد البلد محلي. يعني نقول بدنا كاميرات داخل البلدات، نقول بدنا حراسه في كل حاره، نقول بدنا نعمل خطه كذا. ولكن أنا بقول رغم كل الخطط هاي، ولكن الدور هو دور الدولة. نحن البلدية ليست فيش فيها أي سلطة، وإذا فيش أخفاء فيش أي منع لهذه الإجرام يستمر، قانون الغاب يستمر. فإحنا اليوم موجودين في قانون الغاب، يعني الدموع تسيل في الشوارع، يعني كل الناس في الوسط العربي خاصة في الشمال يعني فاقدين الأمن والأمان. وإذا احنا فقدنا الأمن والأمان لا يوجد لنا حياة. يعني أنا في كفر قاسم بحد الفترات بطلت أطلع من البيت. لكن سؤال مهم جدا نطرحه، يعني بالذات يوجه للمجتمع، لماذا لا نرى أي نوع من الحراك أو النشاط الجماهيري في المجتمع العربي ضد هذا الواقع المرير المحامي رضا جابر؟ يعني أنا أحيانا يعني أنا مصدوم أنه اليوم الأحد على امتداد كل مجتمعنا هناك اجتماعات انتخابية للمرشحين. أنت تعرفين كم عدد الهائل للمشاركين في هذه الاجتماعات؟ فقط خطابات انتخابية، نقتل، يذبح الناس في الشوارع. صح. كل يعني اليوم جريمة حدثت في أم الفحم على مرأة، يعني الناس في الشارع الرئيسي، قديش هذا المجتمع الموجود يستطيع أن يستنفر للمواضيع الجدية والحقيقية تعيته ولمشاكله مشان يحلها؟ إذن هي مسألة، يعني وين الأولويات تعياتنا؟ لماذا نحن نذهب إلى المواضيع التافهة؟ اسمحي لي يعني بكل صراحة وبكل وضوح أنا أتكلم يعني بدم قلبي الآن لجمهورنا، إنه إحنا وين يعني جهدنا يجب أن يذهب ونصوب أنفسنا بأي اتجاه؟ هل اتجاه فقط النعرات العائلية والخلافات هاي اللي هي تافهة ويعني جانبية جدا؟ أو أنه كل هذا الجهد يذهب في الأماكن اللي صحيح أن تذهب لكي تحل المشكليات تعياتنا في كل موضوع الجريمة والعنف بالأساس تعياتها، لأنه هناك علاقة بين الجريمة والعنف وبين أيضا أداء السلطات المحلية. يعني الجريمة أخرى تداخلت أيضا في العمل المحلي. يعني إحنا الآن في خطر دائم، هي واحد. اثنين، بالموضوع اللي بديت فيه، يعني شعبنا في غزة، شعبنا الفلسطيني يقتل، يعني يذبح، وهذه المظاهر وكأنه لا يحدث أي شيء. يعني في نوع من التبلد، أقوله بألم، إنه نحن لا نعرف حقيقة بأي وضع مزري إحنا موجودين. وبدل ما إحنا نضع الأمور بنصابها ونبدأ نفكر بأنفسنا كمجموعة وتحل مشاكلها، إحنا مشغولين في الأمور الجانبية، انتخابات ونعرات عائلية، خلافات جانبية جدا. إذا تصويب هذا يتعلق أيضا في قياداتنا، تتعلق أيضا الآن باللي بده ينتخبه. لذلك الدعوة الآن كل هؤلاء المرشحين، اللي بده يخسر الانتخابات واللي بده ينجح الانتخابات، بعد الانتخابات بعد يوم الثلاثاء صديقي رضا، إحنا وين رايحين؟ هذا هو الجواب. شو وظيفة لجنة المتابعة؟ وين القيادات؟ عارف فريش، دعنا نوجه القليل يعني الحديث ليكون محددا ايضا للمشاهدين. نعم. ونرتب قليلا بعض النقاط، سنتحدث ونتطرق الى مفهوم القياده في المجتمع العربي كما تطرقنا له مرارا وتكرارا، لكن الان يعني ونحن في اوائل هذا العام، ما زلنا في اوائل العام الجديد الذي لا يبشر بالخير، بالذات ان الجريمه والعنف تتفاقم يوما بعد يوم. هل هناك ما يمكن، وهذا هو التساؤل الآن في وقته، هل هناك ما يمكن أن يقوم به ممثلو الجمهور العربي في الحكم المحلي وفي الكنيسة لمواجهة هذه القضية الحارقة؟ يجب عليهم القيام بصرخة وهز أرضية لهذا الأمر. يجب عليهم أن يغلقوا الشوارع، يجب عليهم أن يعملوا المظاهرات والمسيرات لكي يدخلوا الشارع الإسرائيلي في مشكلتنا.
إذا إحنا لازم نشارك اليهود يشاركونا بمشكلتنا. إذا اليوم إحنا ما عرفناش نوصل صوتنا للشارع اليهودي، بكرة كمان الجريمة إحنا لازم نعرف كيف نوصلها. يعني لازم نعمل باللغة العبرية كامبين، حملة ضد الجريمة، واللي هاي لازم يستعملها، لازم اللي يحملها هي لجنة المتابعة بالإضافة لكل البلديات. فهاي الحملة إحنا فاقدينها. يعني فيش برنامج في لجنة المتابعة للأسف الشديد إنه يعمل حملة ويأخذ هالمخاخ الموجود عندنا بالوسط العربي مش ناقص مع مخاخ في الوسط الإسرائيلي، نعمل يعمل الحملة وتحط والهاي النقطة تنحط على سلم الأولويات، زي ما أنتوا عملتوا حملة ووقفتوا كل واحد بيكتب بوست على السجن، كل واحد بيكتب بوست ونوقفه، اللي هو لا في بوستات ولا في كذا ولا في كذا. يعني أنت بتقدر تعمل، يعني أنت بتقدر توقف الجريمة بكرة. بلشت الحرب كل الجريمة وقفت أول شهر. لحظة قبل أن نخرج إلى فاصل قصير، نحن نتحدث عن ممثلي الجمهور العربي، هناك في تقاعس وفي خوف، في خوف، في خوف من تحركهم، وهذا يؤسفني. يؤسفني أنا أشعر إنهم هم يخافون من بن غفير وفي في في تفوهاتهم وتحركهم. أدرى أن نحن نتحدث مرة ثانية عن قيادات في المجتمع العربي، سواء في الحكم المحلي أو العمل البرلماني الآن، وطبعا مفهوم القيادة يتسع أكثر من ذلك. سنواصل النقاش، المحامي رضا جابر والمحامي عارف فريج، سنواصل النقاش في هذا الموضوع، ابقيا معنا بعد الفاصل. مشاهدينا الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء، ونعود إلى ضيفينا في الاستوديو، المحامي عارف فريج والمحامي رضا جابر. أهلا وسهلا بكم مجددا، ونعاود النقاش في ظل الجريمة والعنف وهذا الملف الحارق الذي يقض مجتمعنا العربي. السؤال هنا، يعني لماذا وصلنا إلى حلقة، إلى نقطة النقاش، لماذا لا يوجد أي حراك أو نشاط جماهيري في مجتمعنا العربي؟ نجد أن الصمت يخيم على المشهد. أبدأ معك المحامي. من يحرك الناس هي قياداتها، يعني القيادات المحلية هي تستطيع أن تحرك الناس في اتجاهات معينة في موضوع مناهضة الجريمة والعنف. الآن تحركها في موضوع الانتخابات وتحركها بالآلاف، ولكنها لا تجتهد لذلك في الأمور التي تتعلق مثلا في موضوع الجريمة أو موضوع الأرض والمسكن. ولذلك الآن التعويل إنه هذه الآلاف الآن متواجدة في الاجتماعات الانتخابية إنها تطلب وتكون عندها الحمية على بلدها في المواضيع الأساسية تعيتها، إنه بعد الانتخابات لما يكون حادث في أي بلد أو هناك مطلب في أي بلد، إنه كل هاي الألاف تطلب من قياداتها إنها هي تخرجهم إلى نضال حقيقي جماهيري اللي يستطيع أن يعني يضع الدولة ومؤسسات الدولة أمام استحقاقاتها. لأنه مجتمع نايم، مجتمع فيه نوع من الخمول في قضايا الأساسية الجوهرية. هل هو خمول الدولة لا تستطيع. أم خذلان؟ يعني هو المجتمعات هي نتساءل 100%. لا، المجتمعات فيها أمور يعني معقدة. أحيانا في حالة تاريخية معينة يعني هناك حالات إحباط، أيضا موضوع الحرب يعني يحبط الجمهور في قضايا اللي فيها صدام مع الدولة أو فيها مواضيع تتعلق أيضا في مواجهات. أنا أفهم ذلك، ولكن إحنا يجب أن يكون إنا مشروع للفلسطينيين في الداخل في إسرائيل، إنه في إنا مشروع. موضوع الجريمة والعنف هو موضوع وجودي، مناهضة المجرمين داخل مجتمعنا موضوع وجودي ومش موضوع يعني عابر يعني عادي. احنا مشان احنا نستطيع ان نواجه مخططات الدولة، احنا يجب ان نناهض المجرمين قبل ان نناهض بن غفير. يجب ان يعني كل الجريمة داخل مجتمعنا، الفوضى داخل مجتمعنا، هذا
حراك وطني يجب أن نكون فيه، وليس فقط في يعني نضع حالنا بهذا الخمول وبهذه الحالة إنه ننتظر من الآخرين إن إنقاذ مجتمعنا. نعود للوراء قليلا، كنا قد تساءلنا عن دور القيادات وماذا يمكن أن يقوم به ممثلو الجمهور العربي في الحكم المحلي وفي البرلمان أيضا الكنيست لمواجهة هذه القضية الحارقة، وكنا قد بدنا نقاش معك المحامي عارف رجل. أقترح أن يقيموا مجلس أقليمي لمكافحة الجريمة، بدناش نحكي بس من التنظير، أنا بقترح عليهم اللي بيسمعني منهم من القيادات إنهم يقيموا مجلس يدير قصة الجريمة، هذا المجلس مسؤول عن الجريمة، كيف يعمل حملة دعاية ضد العنف، هو اللي يقوم في كل الفعاليات والنشاطات ضد العنف، لازم يكون هناك جسم اللي هو يناهض الجريمة ويكافحها، يعني كيف ما العرب 48 كافحوا وبكوا في أراضيهم هنا رغم كل الحروبات اللي خدوها من 48 لليوم، وكل واحد تمسك في وطنه هذه قضية وطنية زي ما ذكرنا في الفاصل، هذه قضية وطنية، فقيموا مجلس وطني، المجلس الوطني هذا بيخدم دولة إسرائيل، بيخدم فقط للتوضيح للجمهور ما المقصود بقضية وطنية، يعني هل هي قضية وطنية قضية هي حياة الإنسان قضية بناء القضية الوطنية هنا بناء الإنسان، بناءنا احنا كإنسان أمن وأمان الإنسان في دولة إسرائيل، عربي يهودي شركسي مش مهم ديانته، أنا بدي أحافظ على دولتي وبدي أحافظ على كياني، لا يعقل إنه يقولوا إنه عرب 48 في دولة إسرائيل القتل فيها أزيد من أفريقيا، صرنا إحنا بالسلم اللي في الدرجة اللي عليا، بجوز أكيد زميلي رضا باحث في هذا الأمر وبعرف وين إحنا وصلنا، فأنا بقترح عليهم يعني بديش أظن أقول القيادات تعمل المسيرات والمظاهرات، لا يا عمي قوموا بعمل، يعني مليح الصراخ في الكنيسة، مليح الصراخ بالمجالس المحلية، ولكن لازم يكون هناك مقترح عمل، يعني حتى لو جابوا موظف في البلدية بيضربوه إبري وبسكت ما فيش له شيء يعمله، شو فعاليات لمنهجية في المتناس في المركز الجماهيري شو استفدنا، تجيب نخرة ميزانيات شو استفدنا، فلازم هناك جسم، نحن لا نقلل من أي لا 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 برنامج لا أو نشاط لا لا, لا, لا نقلل ولكن ولا نقلل من شأن أن يرفع من شأن المجتمع ماشي، ولكن أنا بقدرش أن أخذ محل الشرطة، ولكن أنا بقترح أنه يكون جسم اللي هو مسؤول عن هذه الآفة، وهذا الجسم هو يحاول يخفف ويقلص من الجريمة، لا يعقل اليوم إحنا في شهر 2 شباط ما يقارب 20 جريمة قتل، يعني ضرب أخرى 10 شهور بتتوسط تتعدى 200، لا يعقل، يعني الواحد بيسأل نفسه شو صاير يا عمي، ليش إحنا قانون الغاب وفيش حدا يمنعنا، فيش حدا يوقفنا، نرجو الله نصل إلى هذه الإحصائية المأساوية. جدا المحامي رضا جابر، ننتقل قليلا للحديث حول ملف الحرب، هل من توقعات بشأن التمكن من التوصل إلى هدنة قبل حلول شهر رمضان، وماذا عن شروط حماس؟ أولا يعني حسب الأجواء الآن والتسريبات الصحفية أن هناك انفراج ما، وأنه أيضا إسرائيل ستبعث المفادين إلها إلى المفاوضات، وهناك انفراج في أنه حل هاي الإشكالية قبل رمضان، لأنه العالم يريد أنه قبل رمضان تكون هذه الانفراج منعا لدخول إسرائيل إلى رفح، ولكن الأمور ملتبسة لأنه هناك مسارين متوازيين وصعب أن يلتقيان، أولا إسرائيل ماضية في موضوع اجتياح رفح، العالم كله في المقابل في الموازي لذلك، العالم كله العالم العربي الدول الإقليمية في العالم اللي موجودة في على الحدود مع إسرائيل الأردن ومصر، العالم كله ضد هذا الموضوع، ولذلك وضع ملف الأسرى أو المحتجزين عند حماس الآن كمنفذ معين لمنع موضوع الاجتياح، يعني الضغط العالمي الوضع اللي موجود في حماس، يجب أن نكون يعني صريحين، الوضع الآن للمقاومة الفلسطينية ليس جيدا، يعني بعد هذه الأربعة أشهر واستنفاذ كل إمكانياتها والضغط الهائل للسكان الغزيين بما حدث لهم، أيضا يضع حماس
في مأزق كبير أنه تريد في فترة رمضان أن يكون هناك متنفس للناس، أنه تخرج وتتنفس تعالج أنفسها، تحاول أن تتنفس السعداء نوعا ما في الظروف الجدية. لذلك أنا أعتقد بأنه احتمالات أنه يكون هناك موجة أولى من إطلاق الرهائن هذا ممكن. نعم، بشأن يعني نتنياهو يصر على العملية العسكرية في رفح، السؤال كيف سيكون رد فعل مصر في حال فعلا تم هذا الأمر، خاصة وأنها حذرت من العملية في تلك الرقعة في الأرض التي يتكدس فيها أكثر من 1,000,000 نازح فلسطيني؟ مصر كما أعربت بالسابق أنها لن تسمح لأي دخول غزاوي لمنطقة سيناء، رغم أنه كان هناك في شغل وتسهمد خلينا نقول أرض ومكان للمليون ونص، ولكن هم قالوا كل هذا العمل ليس من أجل الغزاويين، إحنا بتجهزش الأرضية، هم لن يقبلوا، ومصر يعني لن تسمح لنفسها أن مواطني غزة ينزحوا لأرضهم، علشان هناك إذا صار الأمر دخلوا ممكن يصير انقلاب على السيسي. هناك في سياسة عليا كبيرة اللي هي متدخلة فيها أمريكا، ولذلك أمريكا متدخلة لن تسمح لإسرائيل بهذا الفعل. أيضا كما ذكر صديقي هناك كانت المؤتمر اللي كان في باريس وستة أسابيع هي بدهم يحاولوا يعملوا اللي هي الهدنة وتبادل المختطفين على أساس أنه بعد رمضان يرجع الشغل، أو على أمل انه الهدنه هاي يقدروا يمددوها وحتى اوقاف النيران، رغم انه نتنياهو والجبهه سموتريتش وبن غفير المتطرفين قاعدين بمدوا بالكرسي وبدهم سفك الدماء ويشوفوا دماء ودماء ودماء، وحتى سموتريتش يعني هرول وحكى كان ان هم هذول المخطوفين مش من سلم اولوياتنا. فالحرب الشارع الاسرائيلي موجود بصراع داخلي، أهالي المختطفين هم الورقة الضاغطة على نتنياهو، وورقة مهمة جدا لإيقاف الحرب والهدنة. فأنا رأيي الطرفين هي حماس ونتنياهو، خلينا نقول حماس ونتنياهو، أنا بهمنيش حماس، أنا بهمني المواطنين والمدنيين العزل اللي ساكنين في غزة، هذول اللي بهمني، اللي هم مساكين قاعدين بيرتموا في الشوارع في لا مأكل لا مشرب، لا الناس من الجوع بتموت، هذول هم المهمين. فمشان هذول الأطراف ممكن الطرفين بدهم نفس، طرفين حماس ودولة إسرائيل كل واحد لشارعه بده النفس، على أمل إنه هذا السلم الست أسابيع السلم اللي بواسطته أنه يقدروا يوقفوا الحرب وينهاء النار. موضوع مصر موضوع معقد، يعني حتى خذ يعني نأخذ سيناريو إسرائيل عملت العملية في رفح وخرج ناس إلى من رفح إلى سيناء، ماذا سيفعل المصريين مع التعقيدات الاقتصادية عندهم، مع أنهم يرفضوا أي تدخل عسكري، مع أنه الآن تم الاتفاق مع الإمارات 35 مليار دولار في موضوع منطقة بدهم يبنوا عليها مشروع كبير اسمه رأس الحكمة. يعني القصد أنه هذه دولة مترهلة الآن موجودة في حصار اقتصادي معين وضغط داخلي كبير، موجودة في علاقات مركبة مع بعض الأطراف في العربية المطبعة مع إسرائيل، موجودة في حكم تقريبا تام للولايات المتحدة، ترامب على الأبواب في الانتخابات الأمريكية، يعني المصريين موجودين الآن في خانة أنه يحدث شيء أمام إسرائيل يعني خارج عن المألوف عندهم. أنا أعتقادي الموضوع هو أكثر مركب من ذلك. نعود قليلا إلى تل أبيب، وسؤال أخير، إلى أي مدى تؤثر المظاهرات الصاخبة التي رأيناها في تل أبيب بكل ما يتعلق بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وأيضا بما يتعلق بشرعية هذه الحكومة والانتقادات للشرطة؟ يعني أمرين، واحد هذه المظاهرات هي ضد الحكومة بما يتعلق في الرهائن، هي ليست ضد الحرب،
يعني ولذلك من يخرج بالألاف في تل أبيب ولا يريد أن ينهي الحرب هو يقول لحماس بأنه الموضوع يعني لا تفرج عن الرهائن، يعني الصوت في إسرائيل لم يدخل في مسار أنه نريد أن ننهي الحرب وتكون هناك صفقة كبرى فيها الرهائن الإسرائيليين يخرجون ويعودون إلى أهاليهم، وأيضا سجناء وسجناء فلسطينيين يعودون إلى غزة ويوقف سفك الدماء الذي يحدث الآن. ولذلك هذه المظاهرات، وأيضا إضافة أنه هذه المظاهرات لا يوجد لها عمق حقيقي في الرأي العام الإسرائيلي، يعني المشاركون فيها من الألاف، هناك أطياف كبيرة من المجتمع اليهودي يمين واليمين المتطرف هي تنظر إنه موضوع الأسرى، سموتريتش يقول ذلك أيضا وكثير من اليمين، إنه موضوع الأسرى ليس موضوعا جوهريا بالنسبة لإسرائيل، القضاء على حماس هي الأولوية، الأولوية الثانية هم الأسرى. ولذلك لأول مرة في إسرائيل هذا الشرخ إنه موضوع الرهائن ليس موضوعا ذو أهمية في كل الرأي العام الإسرائيلي، ولذلك هذه المظاهرات لم تفضي إنه يعني نتنياهو يغير رأيه، بل بالعكس لأنه يريد أن يعزز القاعدة الانتخابية في اليمين واليمين المتطرف، ولذلك هذه الاستمرار في الحرب. نعم محامي عارف ايش استثني على صديقي وقال أثني على صديقي ما قاله رضا جابر. كل المظاهرات هذه أنا برأيي هي الورقة الضاغطة، رغم عدم وجود هدنة ورغم عدم وجود أي خطة تراها العين لاستبدال المخطوفين الفلسطينيين أو المخطوفين الأسرة مع الأسرة مع المخطوفين. الشارع الإسرائيلي بغليان، الشارع الإسرائيلي وصل روتين، المظاهرات وصلت روتين نعيش معها، حتى الشارع اليهودي وصل روتين يعيش معها، والسياسيين صارت تقول يلا خليهم يحكوا. حتى جانتس يعني للأسف الشديد جانتس اللي بكيت تقول عنه إنه هو الورقة الضاغطة في الكابينيت صار يحكي لكم، اليوم يقول لا إحنا مستمرين بالحرب، مجلس الحرب المصغر، مجلس الحرب إحنا مستمرين بالحرب، مستمرين بالحرب، وفيش حدا بنادي لنتنياهو وقف الحرب وقف الحرب. وهذا للأسف الشديد يعني إشي يؤسفني. تصوري لو بكرة رئيس الأركان بس بجوز أو واحد من الجيش يقول زهقنا يا عمي لازم نوقف الحرب زي في الدول العربية، بجوز ساعتها الدولة ساعتها يصير فيها انقلاب، الدولة يصير فيها انقلاب، بعرفش يعني. أنا يعني فقد الأمل، يعني أنا صرت أفقد الأمل. كلمة أخيرة إسرائيل، يعني حبيبي تفضل. إسرائيل تتصرف كأي قبيلة في عربية، وفيش يعني خطة. هناك عصبية جدية في كل ما يتعلق في الفلسطينيين، ولذلك موضوع الأسرى صار جزء من هذه العصبية، وأنه عدم وجود خطة للكابينيت وعدم وجود خطة استراتيجية كيف يطلع من نتنياهو من رفح، هذا بيؤدي لاستمرار الحرب. ومشكلة نتنياهو بالقضايا اللي هو متورط فيها هاي بتخليه يستمر بالحرب للأسف الشديد. أنا نأمل أنه تكون هدنة بسرعة ما يمكن، نأمل نكون تبادل أسرى مع المخطوفين بسرعة ما يمكن، وإيقاف الحرب اللي كنا الكل يصبو لها إن شاء الله. المحامي عارف فريج من كفر قاسم، نائب رئيس لواء المركز في نقابة المحامين، والمحامي رضا جابر من الطيبة مختص وباحث في القانون والجريمة، شكرا جزيلا لكم. في وظيفة أنا وأنا ببحث في وظيفة لمناهضة العنف في مكتب رئيس الحكومة لازم أحكيناها، بس بداية شهر فبراير مليحة هذه للمختصين. سنواصل النقاش في حلقات قادمة. أما الآن مشاهدين الأعزاء إلى هذا الفيديو الدراماتيكي، إذا أظهر توثيق فيديو التقطته كاميرات مراقبة جريمة القتل في التي راح ضحيتها عارف أنور الشيخ زيد من أم الفحم وأصيب فيها 3 آخرين، ويظهر في الفيديو 3 ملثمين مسلحين بزي أسود ينزلون من سيارة سوداء يحاصرون سيارة ويقومون بإطلاق النار على من بداخلها. إذا نشاهد فيديو يوثق الجريمة التي وقعت في وضح النهار لحظة بلحظة،
ونذكر بأن الشرطة قالت أنها اعتقلت 3 مشتبهين بالضلوع بالجريمة الرباعية. شكرا جزيلا. أما الآن مشاهدينا الأعزاء نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل، ابقوا معنا.